بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وما رضى الله إلا برضا الوالدين. أستأذنكم في هذا الموعد الثاني لتصريح صحفي النصف شهري الخاص بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 خلال الأسبوعين الماضيين الممتدين من 14 شتنبر إلى 28 مايو. في البداية أستهل هذا العرض بالحالة الوبائية في العالم، فإلى حدود يوم الاثنين 28 شتنبر قارب عدد الحالات الإيجابية في العالم 34 مليون حالة، أي بمعدل إصابة يناهز 428 إصابة لكل 100,000 نسمة، فيما تجاوزت عدد الوفيات في العالم المليون حالة وبلغت 1,275 حالة وفاة. هذا العدد يقاربنا من معدل فتك بقيمة 3%. من بين 34 مليون إصابة في العالم تماثل والحمد لله 25 مليون منهم للشفاء، أي بنسبة 74%. المنحى العام العالمي يؤشر على النقط التالية: أولاً، استقرار نسبة الإصابة في الأمريكيتين وكذا آسيا، لكن بينما تعرف أوروبا ارتفاعاً بنسبة 5.1% في 15 يوماً الأخيرة. المحطة الثانية من هذا العرض تهم الوضع الوبائي في بلادنا مقارنة مع الوضع العالمي. ففيما يخص عدد الحالات الإيجابية، للأسف تقدمنا خلال الأسبوعين الأخيرين بسبعة مراكز، ونحتل حالياً المركز 31 عالمياً والثاني إفريقياً. نفس الملاحظة بالنسبة لعدد الوفيات، فللأسف تقدمنا بخمسة مراكز في نفس الفترة، ونحتل الآن المرتبة 39 عالمياً والثالثة قارياً. ثالث محطة في هذا العرض تهم الحالة الوبائية خلال 15 يوم الأخيرة، حيث بلغ عدد الحالات الإيجابية إلى حدود يوم الاثنين 28 شتنبر 119,107 الحالات، أي بمعدل إصابة يصل إلى 328 حالة لكل 100,000 نسمة. أما الوفيات فإلى حد أمس سجلنا 2,113 حالة وفاة رحمهم الله جميعا. هذا العدد يعطينا معدل إماتة يقارب 1.8%. نسبة الشفاء تعادل 81% من الحالات المسجلة والحمد لله. في مقارنة للحالات المسجلة خلال 45 يوم الأخيرة والموزعة على ثلاث فترات، فنلاحظ زيادة لمعدل الحالات المسجلة لكل 15 يوما، حيث سجلنا ومررنا من 22,158 حالة في النصف الثاني لشهر غشت إلى 26,804 حالة في النصف الأول من شهر شتنبر، مقابل 29,428 في النصف الثاني من شهر من نفس الشهر أي شهر شتنبر، وهذا ما يقر زيادة بنسبة 10% تقريبا بين الفترتين الأخيرتين. بالنسبة للوفيات وفي نفس الفترات الثلاث، استقر المعدل النصف شهري على مستوى 500 حالة وفاة في كل نصف شهر. المقارنة لمؤشر الإصابة الأسبوعي لكل 100,000 نسمة حسب الجهات تعطينا الخصائص التالية: أولا، التطور المستمر وعدم استقرار معدل الإصابة على المستوى الجهوي خلال ثلاث أسابيع الأخيرة. ثانيا، تقلص عدد الجهات التي لها معدل إصابة أقل من 20 حالة لكل 100,000 نسمة، من 5 جهات في منتصف شهر شتنبر إلى جهتين حاليا، وهما جهة طنجة تطوان وجهة فاس مكناس. ثالث ملاحظة، اتساع قاعدة الجهات ذات المعدل ما بين 20 و 50 حالة لكل 100,000 نسمة من 4 جهات في منتصف الشهر إلى 7 جهات في المرحلة الآونة. رابعا، استمرار 3 جهات في تسجيل معدل إصابة يفوق 50 حالة لكل 100,000 نسمة، وهي جهات الدار البيضاء
السطات جهة تفيلات درعة تفيلات جهة الدخلة والذهب. فيما يخص التطور الأسبوعي لعدد الكشوفات المخبرية، فالأرقام والمؤشرات تؤكد المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة 31 عالميا لبلادنا، وذلك بمعدل إنجاز يفوق 165 ألف كشف أسبوعيا، أي بنسبة 23 معدل 23500 كل يوم. فيما يخص نسبة الإيجابية المسجلة أو بالفرنسية طود بوزيتيفيتي، فهي تؤكد المنح العام لارتفاع الحالات الإيجابية، حيث أن النسبة تطورت من بداية الشهر الجاري من 5.9 إلى 9.7 لكل 100 كشف. التطور الشهري للوفيات يؤكد للأسف أن شهر شتنبر سجل أعلى عدد الوفيات، حيث ارتفع عدد هذا العدد من 125 حالة خلال شهر يوليوز إلى 788 حالة وفاة في شهر غشت، ثم 928 حالة وفاة خلال 28 اليوم الأولى من شهر شتنبر الحالي. فيما يخص مؤشر التكاثر أو الار تي أو الار زيرو، فهو يستقر في مستوى 1.2 منذ 3 أسابيع، ونطمح إلى إنزاله تحت سقف 1، ولما لا إلى مستوى 0.7 إن شاء الله. فيما يخص الأحداث البارزة، وكما جاء في العرض، فالحالة الوبائية والمؤشرات المسجلة خلال الأسبوعين الأخيرين عرفت ما يلي: أولاً، تجاوز السقف الرمزي ل 100 ألف حالة مسجلة. ثاني ملاحظة، تجاوز السقف الرمزي للحالة النشطة لمستوى 20 ألف حالة نشطة. ثالثا، تجاوز السقف الرمزي ل 2000 حالة وفاة. ثاني نقطة أو ثاني أبرز حدث في هذا الأسبوع هو إصدار الدورية الوزارية لتوسيع شبكة المختبرات التحليلية. ونختم هذا العرض وكالعادة بالتذكير بوسائل وطرق السلامة والحماية من انتشار وباء الكوفيد 19، وهي كما تعلمون جميعا استعمال الواقية أو الكمامة، نظافة اليدين والتباعد، وتشغيل تطبيق وقايتنا. شكرا على انتباهكم.